بعيدا عن الحدود بين أقليم كردستان والجمهورية التركية الجارة، مئات الكيلومترات أو أقل ربما. الأحداث هناك ما جديدها؟ غسان أهلا بك، كنت سمعتني غسان. عدد مراكز الحجر الصحي في محافظة دهوك الآن تصل إلى 10 مراكز فقط، وانخفضت بنسبة كبيرة. قبل أسبوع فقط كان عددها يتجاوز 30 مركزا، لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة. نسبة الشفاء في محافظة دهوك أيضا تقترب من 80%. هناك تسجيل حالات شفاء يومية، وأيضا هناك تسجيل إصابات. بالأمس سجلت 6 إصابات، 3 منها في زاخو والأخرى واثنتين من محافظة دهوك وواحدة من قضاء الشيخان، ولكن لم يعني ترفع عدد الإصابات كثيرا. الآن عدد الإصابات هو 160 إصابة. هناك 130 حالة شفاء. العدد المتبقي في مراكز الحجر الصحي هو قليل جدا. في الحقيقة فيروس كورونا في محافظة دهوك يسير بخطى بطيئة جدا، ولم تحصل أي طفرة إلى الآن منذ بدء انتشار الفيروس، عدا ما حصل بعد عيد الفطر عندما سجلت 50 إصابة في يوم واحد. ولكن عدا ذلك كل الإصابات التي تسجل في محافظة دهوك هي إصابة وإصابتين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولم تتجاوز حتى الآن يعني 6 إصابات كما أشرت بالأمس، 6 إصابات، ولكنها لا ترفع عدد الإصابات كثيرا، لأن نسب الشفاء المسجلة يوميا هي أيضا كثيرة، أحيانا تكون ضعف عدد الإصابات وأحيانا تقابلها. وبالتالي فيروس كورونا في محافظة دهوك يترنح، تسجل إصابات ولكنها لا ترفع كثيرا من عدد الإصابات.